السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق واهلا بيكم في فيديو جديد. بقالنا فتره طويله ما عملناش فيديوهات لتوضيح اهم الاضافات والدعم في التحديثات الجديده لمنتجات السوفت وير المختلفه، فخلونا في الفيديو ده نتعرف على اخر التحديثات المتاحه حاليا لاهم منتجات السوفت وير المنتشره واللي تم اصدارها في الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا، ونعرف اهم الاضافات والمميزات والموديلات اللي تم دعمها في التحديثات الجديده. ولو انت بتحب مجال سوفت وير الموبايل وعايز تتعلمه باحتراف من البدايه للنهايه وبدون اي خبره، فتقدر تشترك معانا في كورسات جوكر سوفت لاحتراف سوفت وير الموبايل، وهسيب لكم روابط الكورسات وفيديو كامل بيشرح منهج الكورس وكل التفاصيل المهمه اللي محتاج تعرفها عن الكورس في وصف الفيديو. ودلوقتي خليك جدع وانزل اشترك معانا في القناه وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ويلا بينا نبدا. وطبعا هنعتمد في عرض التحديثات على منتدى جي اس ام هوستنج او منتدى مارت فيو، لان اغلب منتجات السوفت وير المشهوره ليها اقسام خاصه عليهم وبتعرض فيها تحديثاتها الجديدة، بس المرة دي هنستعرض آخر تحديثات من منتدى الهوستنج، وممكن المرة الجاية نستعرض التحديثات من منتدى مارت فيو. وزي ما شايفين هنا في صفحة التحديثات الجديدة، فعندنا مجموعة من الإصدارات والتحديثات لمجموعة مختلفة من منتجات السوفت وير. وأول تحديث معانا لدونجل إي إف تي برو، وبيحمل رقم إصدار 4.4. وخلونا ندخل لصفحة معلومات التحديث ونعرف إيه الجديد فيه. وهنا أول ميزة تم إضافتها للتحديث وخاصة بأجهزة شاومي، وهي ميزة تخطي حسابات شاومي من خلال وضع الريكفري أو سايد مود، والعملية دي بتنجح على إصدارات ريكفري 5 سواء على إي إف تي او على اي منتج تاني يكون داعم عمليات سايد لود. وكمان تم دعم مجموعه كبيره من المميزات خاصه باجهزه ابل، وهي اضافت عمليه البوت لاصدارات اي او اس 16 لاجهزه ايفون 8 وايفون 8 بلس علشان تتخطى حسابات اي كلاود من الاجهزه اللي واقف على شاشه الترحيب او هالو سكرين. وتم اضافه عمليه البوت لمجموعه مختلفه من اجهزه ايباد، وتم اضافه نفس العمليه للاجهزه المقفوله باسكود او اللي واقف على شاشه هالو سكرين واللي بيكون عليها اصدارات اي او اس 15 واي او اس 16. وتم اضافه عمليات الماونت لاجهزه ايفون وايباد والاصدارات اي او اس 15 واي او اس 16. وتم اضافه طريقه جديده للدخول لوضع باوند دي اف يو، وتم تحديث الاتصال بقاعده بيانات اس اس اتش. وده بالنسبه للاضافات الجديده لاجهزه ابل. واخر اضافه في التحديث ده تخص اجهزه ميديا تك، وتم تحديث عمليه الفورمات لاجهزه الاندرويد اللي عليها معالج MT-62 بإصداراته المختلفة. ودي أهم الإضافات والعمليات اللي تم دعمها في التحديث الجديد. وزي ما شفنا فالتحديث الجديد ما فيهوش إضافات وعمليات كتير تخص أجهزة الأندرويد، خصوصا وإن عمليات شاومي في وضع سايد مود تم دعمها من فترة في منتجات تانية، لكن النصيب والدعم الأكبر في التحديث ده كان خاص بأجهزة أبل والعمليات والملفات الخاصة بيها. وياريت فريق EFT يهتم أكتر بأجهزة أندرويد ويدعمها بعمليات جديدة دايما، لأن أغلب تحديثات الدونجل في الفترة الأخيرة بقت بتركز أكتر على دعم أجهزة أبل، لكن دعم أجهزة أندرويد عموما بقى ضعيف إلى حد ما على الدونجل خصوصا في التحديثات الجديدة. ونروح ونشوف التحديث اللي بعد كده، وهو تحديث دونجل هايدرا أو هايدرا تول. وخلونا نروح لصفحة التحديث، والتحديث الجديد ده تم إصداره بتاريخ 20/1/2023. وخلونا نتعرف على أهم الإضافات الجديدة في التحديث. وأول حاجة تم إضافة عملية التحميل أو التنزيل الآلي والتلقائي لملفات اللودر، ودي الملفات الخاصة بالتواصل مع معالجات أجهزة الأندرويد زي ملفات دي إيه وبري لودر وفاير هوس وغيرها من ملفات اللودر. يعني الدونجل بقى بيعمل تحميل تلقائي لملفات اللودر لموديلات الأندرويد المدعومة على الدونجل، وده في حالة إنك ما اخترتهاش على البرنامج. وكمان تم إضافة بعض المكتبات المخصصة داخل البرنامج، وإضافة ميزة تفعيل وضع الدياج لأجهزة شاومي بدون روت لإصدارات أندرويد 11 و12، بالإضافة لإصلاح بعض المشاكل والأخطاء اللي كانت موجودة في الإصدار القديم. وكمان تم إضافة مجموعة مختلفة من موديلات أجهزة الأندرويد اللي عليها معالجات سبريد ودعم العمليات الخاصة بيها في وضع فلاش مود، ودي أهم الإضافات الموجودة في التحديث. لكن أعتقد إن أهم ميزة في التحديث ده هي ميزة تفعيل وضع الدياج لأجهزة شاومي بدون روت، لأن الدخول لوضع الدياج في أجهزة شاومي بدون روت بقى صعب شوية لو الجهاز مقفول بوتلودر، خصوصا بعد تحديثات الحمايات وإغلاق ثغرات الدخول لوضع الدياج عن طريق الأكواد أو عن طريق أدوات السوفت وير، لأنك هتحتاج دايما للدخول لوضع الدياج خصوصا في عمليات الريبير
زي عمليات كتابة السريالات أو كتابة وقراءة ملفات QCN. وفي منتجات تانية سبقت هايدرا في دعم الميزة دي زي Unlock Tool، واللي دعم ميزة تفعيل وضع الدياج بدون روت برضو في آخر تحديث نزل، وهنتعرف عليه كمان شوية. وكمان أداة DFT واللي برضو دعم تفعيل وضع الدياج لأجهزة شاومي بدون روت لإصدارات أندرويد 11 و 12. لكن العملية دي مش بتنجح دايما على كل أدوات السوفت وير حاليا، خصوصا مع مستويات الحماية الحديثة. ولو حد فيكم حمل التحديث وجرب عليه الميزة دي فياريت يقول لنا هل نجحت معاه ولا لا. ونروح للتحديث اللي بعده، وهو تحديث لفريق NCK. وكعادة فريق NCK في تحديثاته، فهنلاقي أي تحديث جديد بينزل من الفريق بيكون موجه بكل إضافاته الجديدة لمنتجات الفريق المختلفة، سواء لبوكس أفنجرز أو دونجل NCK أو بوكس NCK، وانت بتختار منهم المنتج اللي موجود عندك وبتروح لصفحة التحديث بتاعته. وانا متاح عندي NCK بوكس، فبالتالي هضغط على صفحة التحديث الخاصة بالبوكس، وهنا الفريق أصدر تحديث جديد لبرنامج مين موديل بتاريخ 17/1/2023. وفي التحديث ده تم دعم عملية حساب أكواد فك الشفرة عن طريق رقم السيريال لمجموعة مختلفة من البراندات بموديلات مختلفة. والشباب اللي ما تعرفش برنامج مين موديل وظيفته، فهو يعتبر برنامج خدمي وفي بعض المميزات والعمليات المختلفة لأجهزة أندرويد، ودعم عمليات حساب أكواد فك الشفرة من خلال رقم إيمي لمجموعة كبيرة من البراندات. وكمان دعم بعض العمليات التانية زي حذف حماية FRB أو عمل فورمات لمجموعة من البراندات والموديلات. وبتقدر من خلال البرنامج إنك تحمل التحديثات الجديدة سواء للبوكس أو الدونجل. والبرنامج مشابه جدا في وظيفته لبرنامج أوكتو بلس سويت، لكن أنت مش بتعتمد عليه اعتماد اساسي في شغلك. ولو رجعنا لصفحة التحديث هنا هنلاقي اغلب البراندات والموديلات المدعومة فيه كلها براندات وموديلات قديمة، بس ممكن تحمل البرنامج علشان هتحتاجه في تحميل التحديثات الجديدة او هتحتاجه للتعامل مع بعض الموديلات القديمة زي ما قلنا. وخلونا نروح للتحديث اللي بعد كده، وهو اصدار جديد لاداة Unlock او Unlock Tool، وتم اصدار التحديث بتاريخ 13/1/2023. وفي التحديث ده تم دعم مجموعة من المميزات والعمليات المختلفة، واول الاضافات خاصة باجهزة ابل، وتم اضافة SN او سيريال جديد مخصص داخل الاداة، لانك لازم تغير سيريال الايفون او الايباد اللي معاك على الاداة، وده علشان تقدر تتخطى حسابات اي كلاود من الاجهزة اللي واقف على شاشة الترحيب او هلو سكرين بدون تشغيل الشبكة. لكن خلي بالك من حاجة مهمة، وهي انك لو تستخدم الطريقة دي في تخطي حسابات اي كلاود بدون شبكة وحبيت بعد كده تتخطى الحساب مع تشغيل الشبكة، فلازم تغير السيريال مرة تانية وتكتب السيريال الاصلي للايفون او الايباد، لانه مش هيقبل تخطي مع تشغيل الشبكة على الادوات المدفوعة في حالة انك غيرت رقم السيريال الاصلي بتاعه. وتاني الاضافات في التحديث خاصة باجهزة شاومي، وفيها تم اضافة بعض موديلات شاومي وبعض العمليات المهمة في التحديث زي عملية فك البوت لودر وعملية تفعيل وضع الدياج بدون روت، ودي نفس العملية اللي اتكلمنا عليها من شوية في تحديث دونجل الهايدرا. وكمان تم اضافة عمليات قراءة وكتابة ملفات QCN لأجهزة شاومي كوالكوم، وإضافة ودعم عملية كتابة وتغيير السريالات. وتالت الإضافات في التحديث تخص أجهزة هواوي وأجهزة أونر، وتم دعم طرق جديدة لحذف حسابات هواوي ID وأونر ID لمجموعة مختلفة من موديلات هواوي وموديلات أونر، واللي بتنزل عليها معالجات كوالكوم سناب دراجون. ورابع وآخر الإضافات في التحديث تخص أجهزة ريلمي، واللي تم فيها تحسين بعض العمليات وإصلاح بعض الأخطاء اللي كانت موجودة في التحديث اللي فات. ودي أهم المميزات والإضافات اللي تم دعمها وإضافتها للتحديث الجديد لأداة Unlock Tool. ونروح للتحديث اللي بعد كده، وهو تحديث لبوكس باندورا برقم إصدار 4/3. والتحديث ده مخصص لأجهزة أندرويد اللي عليها معالجات سبريد. وفي التحديث تم إضافة عمليات جديدة للبرنامج خاصة بالأجهزة اللي عليها معالجات SPD زي عمليات حذف حماية FRB وعمليات الريبير وفك الشفرة، وإضافة عملية تفليش أجهزة نوكيا اللي عليها معالجات سبريد. وفي نفس التحديث تم دعم وإضافة مجموعة مختلفة من براندات الأندرويد واللي برضو عليها معالجات سبريد، وإضافة جميع العمليات الخاصة بها داخل البرنامج زي عمليات التفليش وحذف حماية FRB وعمليات فتح وإغلاق البوت لودر وعمليات الريبير وإصلاح السيريال وفك الشفرات الدولية.
ودي اهم العمليات اللي تم دعمها في التحديث الجديد لبوكس بندورة. وطبعا كل العمليات دي ما زالت قيد التجربة والاختبار، ولو عندك بندورة بوكس فتقدر تثبت التحديث الجديد عندك علشان تقدر تختبر وتستخدم كل المميزات والاضافات اللي تم دعمها مؤخرا وتقيس مدى نجاحها. ونروح للتحديث اللي بعد كده، وهو خاص بفريق NCK برضو، وتحديدا خاص بواجهة اندرويد MTK وبرقم اصدار 2.8.3. وده البرنامج والواجهة الخاصة بالتعامل مع براندات الاندرويد واللي بيكون عليها معالجات ميديا تك فقط. وتعالوا نشوف اهم الاضافات اللي تم دعمها في التحديث ده. واول حاجة تم دعم عملية قراءة معلومات الشفرة او السيملوك لمجموعة مختلفة من معالجات MTK، وهنا بيقول لنا ان دي العملية الافتراضية لاجهزة اندرويد ميديا تك واللي بيكون مخزن داخلها في قاعدة البيانات بتاعتها معلومات السيملوك الخاصة بالموبايل، لان الموديلات الحديثة واللي بتنزل وعليها حمايات حديثة مش بيكون مخزن داخلها معلومات السيملوك. وكمان تم دعم خاصية دايركت انلوك او الفتح المباشر للشبكة لمجموعة مختلفة من براندات الاندرويد واللي عليها معالجات MTK، ودي ارقام معالجات ميديا تك المدعومة في التحديث. وفي الاضافة دي وكمان تم دعم واضافة عمليات الريبير واصلاح السيريال لمجموعة مختلفة من معالجات ميديا تك. وهنا بيقول لنا ان البراندات والاجهزه اللي عليها OTP ME، ودي اختصار ل وان تايم بروجرامبل ME، مش مدعوم ليها عمليات ريبير السيريال على التحديث الجديد. وكمان تم تحسين عمليات ريبير السيريال من خلال وضع فلاش مود لمجموعه مختلفه من براندات اندرويد ميديا تك. وكمان تم تحسين عمليه قراءه معلومات اجهزه ميديا تك من خلال وضع ميتا مود. يعني اغلب العمليات اللي تم اضافتها للتحديث ده مخصصه لعمليات الريبير واصلاح السيريال وعمليات فك الشفرة والسيملوك لمجموعة مختلفة من براندات ميديا تك، وتحديدا ارقام المعالجات دي واللي تم دعمها في التحديث. وزي ما قلنا من شوية ان التحديث متوفر لاصحاب NCK بوكس واصحاب NCK دونجل بالاضافة لاصحاب افنجرز بوكس، لاننا قلنا ان لو في تحديث جديد فبيكون لكل منتجات فريق NCK وبيكون بنفس الاضافات والعمليات اللي فيه، لكن مع اختلاف المنتج نفسه اللي انت بتستخدمه واختلاف رقم اصدار البرنامج. وده كان توضيح وشرح لاهم الاضافات الجديدة في تحديثات منتجات السوفت وير واللي تم اصدارها خلال الاسبوع او العشر ايام اللي فاتوا. وخلونا نكتفي لحد كده علشان وقت الفيديو ما يطولش مننا قوي، ولو حابين نعمل فيديوهات من دي الفترة الجاية باستمرار فياريت تقولولي في التعليقات، وهسيب لكم جميع روابط التحديثات في وصف الفيديو. وبس كده. وطبعا لو استفدت من الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. وقولي في التعليقات رأيك في التحديثات الجديدة وايه التحديث المميز فيهم واللي كنت منتظره للمنتج اللي انت بتشتغل عليه. واشوفكوا على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.